حالات قصور الدورة الدموية الشريانية. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور رضا إبراهيم، استشاري وكبير أطباء جراحة الأوعية الدموية والقدم السكري في مستشفى الساحل التعليمي بشبرا ومستشفيات الهيئة الصحية التعليمية في مصر كلها. حابب أكلمكم النهاردة عن حاجة مهمة قوي وباختصار شديد، حالات قصور الدورة الدموية الشريانية. غالبا بيبقى ناتج عن تصلب الشرايين وضيق او انسداد الدورة الدموية الشريانية اللي رايحة للأعضاء المختلفة. واكتر حاجة يعني بتخصنا في الموضوع دوت الدورة الدموية اللي رايحة للرجل. الشرايين بتاعت الرجل بتبقى ضيقة او فيها انسداد او حصل فيها والعياذ بالله غرغرينا في الرجل. العيان ده غالبا بيبقى كبير في السن غالبا، وغالبا بيبقى عنده مشاكل صحية أخرى مصاحبة، سكر، ضغط، قلب، تصلب شرايين في حتة تانية غير الرجل، مشاكل في الكلى، مشاكل في الكبد. فبتبقى محاولة التصليح بتاع الكلام ده أو محاولة علاج الكلام ده بتبقى غالبا بالأدوية ومحاولة إن الدنيا تمشي وخلاص. أو كنا زمان بنعمل عمليات جراحية كبيرة، بنفتح فتحات كبيرة وبنج كلي أو بنج نصفي وبنصلح الشرايين وبنعمل عمليات، عملية كوبري أو عملية بايباس أو الكلام ده. دلوقتي اللي عايز أقوله لكم بقى إنه بقى أسهل من كده بكتير خالص، بيتعمل بحاجة اسمها القسطرة والبالونة والدعامة ببنج موضعي، ببنج موضعي تحت جهاز الأشعة المرئية في غرفة العمليات. بنركب حاجة اسمها سلك مرشد وبنزحلق عليه البالونة ونوسع الشريان الضيق، وعشان ما يقفلش تاني بنركب وراه حاجة اسمها دعامة. طبعا ده صورة عامة، لكن في كل حتة في كل شريان بيبقى له ظروف خاصة، نركب حاجات ما نركبش حاجات، نحط حاجات ما نحطش حاجات. بصفة عامة اللي عايز اقوله بس ان الدنيا دلوقتي اتغيرت، بدل ما كانت جراحة تقليدية مشرط وفتح وغرز وفك سلك وهو عنده سكر، بقت تتعامل ببنج موضعي تحت جهاز الأشعة المرئية، ونتائجها بقت جميلة جدا. وبقينا دلوقتي يعني الحمد لله يعني مسيطرين على هذا الموضوع. بتتعمل العمليات ديت أو بلاش العمليات، الأساطر دي بتتعمل بنسبة نجاح كبيرة قوي قوي قوي. شكرا.